بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، فكذلك أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبين لنا هذه العبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وينهانا عن العبادة التي لا يرضاها الله سبحانه. وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله له حق على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق على أمته في أن يطيعوه وأن يحبوه أكثر مما يحبون أنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين، لأنه هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي بين لنا هذا الدين أتم بيان، ونهانا عما يخالفه، فاستوجب منا أن نحبه صلى الله عليه وسلم غاية المحبة، فنحبه أكثر مما نحب غيره من المخلوقين. فهو أحب المخلوقين إلى المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي من الله علينا برسالته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو الذي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فاستوجب منا غاية المحبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى، فهو أحب الخلق إلينا. ولكن لا تكفي محبته، بل لا بد من طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه:
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. هذه فوائد عظيمة في طاعته صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي المحبة، بل لا بد معها من الطاعة له فيما أمر به وفيما نهى عنه. ومما نهى عنه البدع، فلا نحدث بدعا ونقول هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نغلو فيه كما غلت النصارى في نبيهم، بل نثبت أنه عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، وإنما هو عبد ورسول، وهذا أشرف مقام يناله المخلوق، أن يكون عبدا لله ورسولا لله سبحانه وتعالى. قد ذكر الله سبحانه وتعالى علامة محبة الله أنها باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان يزعم أنه يحب الله فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من خالف هذا الرسول وهو يزعم أنه يحب الله فهو كذاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفاه شرفا أن الله جعل علامة محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوني. ما هي الثمرة إذا اتبعناه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه ثمرات محبة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أننا ننال بذلك محبة الله، لأن الله يحبنا، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والمتقين. فمن نال محبة الله سعيد في الدنيا والآخرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فهذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقدار الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأمة، أنه هو القدوة الوحيدة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو القدوة الدال على الله سبحانه وتعالى. ليس لنا طريق إلى الله إلا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يصل أحد إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه حقائق يجب معرفتها، كما أنه لا يجوز أن نساوي حق الرسول بحق الله، بل حق الرسول بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا فرقان، من غير تمييز ولا فرقان. الله له حق والرسول له حق، فلا نجعل حق الرسول مثل حق الله فنعبده أو نستغيث به أو نغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا،
وإن تطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا تهتدوا، والهداية ضد الضلال، فالذي يطيع الرسول ينجو من الضلال والذي لا يطيعه يضل. فيؤخذ من قوله وإن تطيعه تهتدوا أن الذي لا يطيعه يضل. نعم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم. تارة يذكر طاعة الرسول مع طاعته سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتارة يذكر طاعة الله وحدها، وتارة يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها. نعم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك: من يطع الله ورسوله، يعني هو يطيع رسوله، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. وأمثال ذلك في القرآن كثير. أنه يقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته سبحانه وتعالى. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عليه، ولا يقف ما ليس له به علم. لا يسع أحدا من المسلمين إلا هذا، أن يطيع الله ورسوله. لا يسع أحدا إلا هذا، فالذي لا يطيع الله ولا يطيع رسوله هذا من أهل النار خالدا مخلدا فيها إذا كانت معصيته مكفرة، نسأل الله العافية. فلا أحد يسعه أن يخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يخرج عما عليه المسلمون، لا يشل ويخرج عما عليه المسلمون الذين هم على منهج السلف الصالح. أما المسلمون المتسمين بالإسلام وهم على غير منهج السلف الصالح فهؤلاء لا عبرة بهم، إنما المراد المسلمين الذين اقتفوا منهج السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله، ولا أن يخرج عما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. نعم. المنهج هو ما دل عليه الكتاب وهو القرآن والسنة وهي الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة، لأن سلف الأمة هم الذين ساروا على منهج الكتاب والسنة عن فهم وعن فقه ومعرفة، تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عليه. نعم. وكذلك من الواجب على المسلم، على المسلمين عموما وعلى
العلماء وطلبة العلم خصوصا أن ما علمه من الكتاب والسنة قال به، وما لم يعلمه توقف عنه ولا يتخرص، لا يتخرص ويأتي برأيه. نحن متعبدون باتباع الكتاب والسنة، إذا كان عندك دليل من الكتاب والسنة تقول قل به، وإذا لم يكن عندك دليل فإنك تتوقف. الأمر ليس كما يقولون حرية الرأي، حرية الرأي هذه هي أهلكة العالم. فنحن محكومون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة مسألة رأي، مسألة اتباع واقتداء. نعم. وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عليه. نعم، لأن الله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. وجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، الذي لا يعلم يمسك لسانه وقلمه ولا يتكلم من غير دليل من كتاب الله سنة رسوله. نعم. وما لم يعلمه أمسك عليه، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. نعم، كما في الآيتين ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وقد جاءت في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ليدخل تحتها ما هو بصدد الكلام عنه، وهو التوسل. التوسل الذي أصبح شغل الناس الشاغل، التوسل إذا كان موافقا للكتاب والسنة فهو حق، وذلك التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا هو التوسل المشروع. التوسل بعمل الطاعات التي تقرب إلى الله، هذه هي الوسيلة المشروعة. الأعمال الصالحة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا هو التوسل المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة. أما التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم أو اتخاذهم شفعاء أو يقربون إلى الله زلفى، فهذا هو التوسل الممنوع الباطل، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة. نعم. وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نعم، هذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بالتوحيد بأن لك الحمد المنان بأسمائه وصفاته وبتوحيده وطاعته، هذا هو التوسل المشروع. أعيد الحديث. كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. نعم. لا إله إلا أنت المنان، توحيد، هذا التوسل إلى الله بالتوحيد وبالأسماء والصفات. نعم. بديع السماوات وبأنه المحمود، بأنه المحمود سبحانه وتعالى على نعمه. نعم. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا فيه أن من أسماء الله
المنان سبحانه وتعالى الذي يمن على خلقه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. نعم. توسل بالتوحيد، بتوحيده لله، توسلوا بذلك، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، والتوحيد هو أعظم الأعمال الصالحة. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات. نعم. والتوسل الممنوع أن تقول أسألك بنبيك أو بفلان، فهذا ممنوع، لأن معناه الحلف على الله بمخلوق. أسألك بنبيك أي أحلف عليك بنبيك، والحلف بغير الله لا يجوز بين الناس ولا بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات. نعم. الحلف بالمخلوقات لا ينعقد لأنه ليس يمينا. نعم. فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو الملوك لم ينعقد يمينه. نعم. لأنها يمين باطلة، لأنها حلف بمخلوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. لم ينعقد يمينه ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. نعم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد من العلماء إن الحلف بالمخلوق ينعقد، إلا أنهم اختلفوا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ينعقد ويجوز أو لا ينعقد. والصحيح أنه لا ينعقد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هذا عام. وكذلك: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا عام، يعم الحلف بالأنبياء والملائكة، لا يجوز هذا. الحلف بالمخلوق مطلقة لا يجوز، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا حلفت بشيء فقد عظمته. نعم. إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد روايتين، رواية بالمنع ورواية بالجواز، والراجح الرواية بالمنع لعموم الحديث. نعم. فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف. نعم. هذا القياس ضعيف، لأن الأصل الذي هو الحلف بالنبي أيضا لا يسلم، إذا كان الأصل لا يسلم فلا يقاس عليه. نعم. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف، وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ. هذا هو القياس ضعيف، لأن الأصل ضعيف. نعم. ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. نعم. الرواية الثانية عن أحمد أنها لا تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الجمهور،
وبقية الأئمة، وهو الصحيح لعموم الحديث. نعم. وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. الاستعاذة معناها اللجوء أو اللجئ إلى من يحميك من أذى المخلوقين، من أذى الشياطين والجن وبني آدم، فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه، وهي نوع من أنواع العبادة. فمن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل، فلا تستعذ إلا بالله. من استعاذ بغير الله فقد أشرك. وقد كانوا في الجاهلية إذا نزلوا في مكان يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من شر سفهاء قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدل هذه التعويذة الشركية بتعويذة التوحيد، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كلمات الله، وكلمات الله من صفاته، والاستعاذة بالله أو بصفاته مشروع. نعم. وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. فهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا نعم. فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق، فدل على أن كلام الله غير مخلوق، إنما وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون. والأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق لكن اللفظ مخلوق لأنه من كلام الرسول، عندهم أن القرآن من كلام الرسول لفظه لكن معناه من الله. وهذا تلفيق، هذا تلفيق بين قول أهل السنة وقول الجهمية، وهو باطل. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى. لا بأس بالرقى، الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المصاب، القراءة على المصاب وتعويذ المصاب. كانوا في الجاهلية لهم تعاويذ ولهم رقى يسترقون بها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بها ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية من كلام الله أو من الأدعية المشروعة وليس فيها شرك فهي لا بأس بها، وهي سبب من أسباب الشفاء والعلاج بإذن الله. أما إذا كان فيها شرك، استعاذة بالجن أو بالشياطين، أو فيها كلام لا يعرف معناه، أو حروف مقطعة وطلاسم، فإنها رقى باطلة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن. استعاذة بالجن، يستعيذون في الجن في الشياطين، هذه شرك بالله عز وجل وهي باطلة وشرك لا يجوز.
لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة عبادة، نوع من أنواع العبادة، فلا تجوز إلا بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الجن زادوا الإنس رهقا يعني خوفا، وتسلطوا عليهم فانعكس الأمر عليهم، هم يريدون السلامة ولكنها جلبت لهم الخوف والرهق والعياذ بالله، فعاملهم الله بعكس ما يريدون. نعم. فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذتهم بالجن، كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وقلقا واضطرابا. نعم. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام. التعازيم جمع عزيمة، وهي الرقية، هي الرقية، ولا يزال هذا الاسم، يقول اعزم على فلان، هذه عزيمة يعني قراءة تعازيم. والأقسام بالميم. نعم. والأقسام التي يستعملها بعض الناس، يعني الحلف والله أعلم، جمع قسم. والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، المصروع الذي أصابه الصرع وهو المس من الجن، كانوا يستعملون له العزائم والرقى. نعم. في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك. فالرقية الممنوعة أولا ما كان فيه شرك، هذه ممنوعة وباطلة. ثانيا الذي لا يعرف معناه، تمتمات أو كتابات لا يفهم لها معنى، هذه أيضا باطلة، لأنها يكون فيها شرك ونحن لا ندري، لأن لا نعرف معناها. ثالثا الطلاسم والحروف المقطعة أيضا هذه ممنوعة. نعم. بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. نعم. الرقية المشروعة هذه سبب من أسباب العلاج، وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاء، دعاء لله سبحانه وتعالى، فهي نافعة. نعم. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل. رجع إلى المقصود وهو التوسل بالمخلوق، بمعنى التوسل بذاته لا يجوز، لأنه إقسام على الله بالمخلوق. نعم. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل، والسائل لله. الحلف بغير الله لا يجوز، الحلف بغير الله لا يجوز، الاستعاذة بغير الله لا تجوز. نعم. ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل، والسائل لله بغير الله، إما أن يكون مقسما عليه، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما إذا قال اللهم إني أسألك لفلان، فالبا هذه بفلان، الأصل أنها للقسم، وقد تكون للسبب، وكلاهما باطل، القسم لأنه شرك، والسبب لأن هذا ليس سببا، لم يجعل الله ذلك سببا في الدعاء، فكلاهما باطل. نعم. والسائل لله بغير الله، إما أن يكون مقسما عليه، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم،
وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. توسل المشروع هو كما تكرر أنه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما دلت على ذلك الأدلة، التوسل إلى الله بدعاء نبيه في حياته أو بدعاء الصالحين من بعده، كل هذا جائز، كل هذا جائز، أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، أن يدعو لك. نعم. وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد موته فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، لأن الصحابة ما طلبوا منه بعد موته، وكانوا يطلبون منه في حال حياته كما سبق. نعم. ولكن يبقى دعاء الصالحين من هذه الأمة، فيطلب من الصالحين الدعاء بالغيث، الدعاء بالشفاء، الدعاء لك بحاجتك. نعم. فإذا كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول، مثل الحديث الذي مر: أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. ألبى هذه إيش؟ ألبى هذه سببية، أي بسبب أني أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا سبب مشروع. نعم. وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. توسلوا باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع. أما السؤال بذوات الأشخاص سواء الأنبياء أو الصالحين فهذا لا يجوز وليس له معنى. وش معنى أنك تسأل بذات فلان؟ ذات فلان وش فيها؟ لا هي بعمل صالح ولا هي الذوات، ما فيها فائدة. نعم. وإن كان إذا نسأل بذاتك، وراك تسأل بذات فلان صار جائز، اسأل بذاتك، كله ما هو جائز، لا سؤالك بذاتك ولا سؤالك بذات فلان، لأن هذا ليس عملا صالحا. نعم. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال هو في الحقيقة ما تجد مسألة إلا وقد يكون فيها خلاف، إلا وقد يكون فيها خلاف، لكن العبرة ليست بالخلاف، العبرة بالدليل، الذي معه الدليل يؤخذ بقوله، أما الذي ليس معه دليل فيترك، ولا نقول هذه مسألة فيها خلاف، نقول ما هو الدليل؟ إذا قلت فيها خلاف قلت ما هو الدليل؟ بيّن لنا الدليل مع من؟ أما أن نتبع الناس من غير دليل هذا لا يجوز. ليس الخلاف مبرراً لأنك تفعل ما تشاء، ولكن تشوف اللي عليه دليل تأخذ به، وإن كنت لا تعرف تسأل أهل العلم أي الأقوال فيه دليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مجرد أنك تفتح كتاب وتشوف فيه خلاف أو تطق بإصبعك على الجهاز المسجل ويطلع لك خلافات وأقوال وتفرح تقول هل أثر المسألة واسعة، ثم لا، هذا ما يجوز، هذا اتباع للهوى، اتباع للشهوة. لكن شوف اللي عليه دليل
من أقوال أهل العلم، لأن كل يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ ما قام عليه الدليل إذا كنت تريد النجاة لنفسك، أما إذا كنت تريد الهوى واتباع الشهوة فلك ما اخترت لنفسك. نعم، الآن كل شيء يقولون فيه خلاف، لا تضيقون على الناس، هذا فيه خلاف. الخلاف ما هو مبرر يا أخي، خلاف ما هو مبرر، خلاف يخطي ويصيب. نحن لا نأخذ إلا بالدليل من الكتاب والسنة، فمن وافق الدليل أخذنا بقوله، ومن خالف الدليل تركناه. وأما هو في نفسه قد يكون مجتهداً وله أجر، أو يكون صاحب هوى عليه وزر، كيف ما علينا منه. نعم. وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب. السؤال بالذات لا يقتضي حصول المطلوب. وش المناسبة بذات فلان؟ وش الفرق بين الذوات؟ كل الدنيا ذوات، الإنسان ذات، الحيوان ذات، كل شيء له ذات، الذات نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق بالعمل والاتباع والاقتداء، هذا هو الذي فيه الفرق. نعم. وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة. فأنت لو قلت أسألك بذات فلان من عبادك الصالحين، بذاته أسألك به هذا لا يجوز، لأن الذات ليس لها تأثير، إنما الكلام على الدعاء. فتقول ادعو لي يا فلان أن الله يشفيني يرزقني. الدعاء عبادة، لكن الذات هل هي عبادة؟ ما الذات ما لها يعني تأثير أبدا، الذي له تأثير بإذن الله هو الدعاء. فبدل أن تقول أسألك بفلان، تقول أسألك بدعاء فلان أن يدعو لي، كما قال الرجل الأعمى لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم شفعه فيا، أي اقبل شفاعته فيا. شفاعته في الأعمى هي الدعاء، شفع له يعني دعا له. نعم. بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز. نعم، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك نعم. الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، الأعمال الصالحة التي من الداعي. أما أنك تسأل الله بأعمال غيرك، بأعمال الصالحين، هذا ما يصلح، أعمال الصالحين لهم، لكن الأعمال الصالحة التي لك أنت تتوسل بها إلى الله. أما أنك تقول أسألك بعمل الصحابي فلان أو التابعي فلان أو العالم فلان، وش علاقتك بعمل فلان؟ ما لك علاقة به. لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا. انتبهوا، الأعمال الصالحة التي من الداعي، لا الأعمال الصالحة التي من الداعي لا من غيره، لا أعمال غيره، لا تتوسل بأعمال غيرك، ما تنفعك أعمال غيرك، كل له عمله. فإذا أردت أن تتوسل بالأعمال انظر في أعمالك أنت، ولا تنظر إلى أعمال فلان وعلان تسأل الله بها، لأن ليس لك فيها تعلق، كل له عمله. نعم. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا، شوف، بدعائهم وأعمالنا، ما قال بدعائهم وأعمالهم. نعم. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة. نعم، هي الوسيلة المشروعة، وابتغوا إليه الوسيلة، هي العبادة، ودعاء أخيك لك هذه عبادة. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ هي العمل الصالح. سمي وسيلة لأن الوسيلة معناها القرب، والعمل الصالح
يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الخرافيون والقبوريون يقولون لا، الوسيلة أنك تجعل بينك وبين الله واسطة من الموتى، يشفع لك، يدعو لك، تذبح له، تنذر له، تطوف بقبره، تستغيث به، هكذا يفسرون الوسيلة والعياذ بالله. هذا تفسير باطل. الوسيلة هي العمل الصالح والعبادة لله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب منه سبحانه وتعالى. نعم. والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعوهم المشركون، وهم المسيح وأمه وعزير، هؤلاء المدعوون عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون مع الله ويتقرب إليهم بالعبادة وهم أنفسهم يعبدون الله ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ نعم. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم تكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائنا، فقلنا الذات ما لها علاقة ولا لها تأثير، ولا لها تأثير عند الله جل وعلا، ولا فرق بين الذوات، إنما الفرق في العمل الصالح والدعاء والعبادة، تقرب إلى الله، هذا هو الفرق. نعم. لم تكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. أي نعم، بغير طاعة وبغير قربة. نعم. ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف. توسل بالذوات لم يكن منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً. شوف، نقلاً صحيحاً يحتج به، أما قد ينقل بحديث موضوع أو حديث ضعيف هذا لا قيمة له. نعم. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال النبي صلى الله سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. المروذي من تلاميذ الإمام أحمد، بل هو من خواصهم، وله منسك يعني في الحج والعمرة، أعمال الحج والعمرة. نعم. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. توسل بالنبي فيه دعاء وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إما أن يكون على رواية التي جاءت عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الإقسام به، فكذلك السؤال به على هذه الرواية المرجوحة. نعم. وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين. على النهي في الأمرين. في الأمرين. القسم به أو التوسل بذاته، أكثر العلماء على المنع. وإذا كان هذا صح أنه رواية عن أحمد، فالعبرة بالدليل، ما هي بالعبرة بأن أحمد أو فلان أو علان قال به بدون دليل. نعم. ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى. لا شك أن لا يجوز السؤال بالجاه، تقول أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان. نعم، الأنبياء لهم جاه عند الله، قال تعالى في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، لكن كون لهم جاه لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم، لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم، لأن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. نعم. ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم. نعم. كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام، وقد تقدم ذكر ذلك. نعم، قال الله تعالى في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين. فنحن نثبت أن لهم جاها عظيما عند الله، ولكن لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم، لأن هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا عن السلف الصالح. نعم. وأما ما يرونه من، وهذا سيأتي، أنه قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم أو عريض، هذا قال شيخ الإسلام إنه حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من دواوين السنة. نعم. لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم. نعم. ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فالجاه إنما يعود نفعه إلى صاحبه، أما نحن ما هي علاقتنا بهذا الجاه؟ فلا، ليس لنا في هذا علاقة. نعم. إنما علاقتنا بالاتباع والمحبة والطاعة الذي هي عمل من أعمالنا، نعم، لا من أعمال غيرنا. وقلنا لا يجوز أن تتوسل إلى الله بعمل غيرك كائنا من كان، نبيا أو وليا أو صالحا، لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، بل توسل إلى الله بعملك أنت، هذا الذي ورد في الكتاب والسنة. أما عمل غيرك فهو له، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اليهود والنصارى يمدحون أنفسهم بأنهم من أولاد الأنبياء ومن بني إسرائيل، ومن لأنهم من بني إسرائيل من أولاد يعقوب، يمدحون أنفسهم بذلك ويظنون أن هذا ينفعهم. قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا علاقة لكم بعملهم. نعم. إنما علاقتكم باتباعهم ومحبتهم وطاعتهم، هذا عملكم أنتم. نعم. ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته، فهذا من أعظم الوسائل. لا شك هذا هو المشروع، لأنه عملك، هذا عملك، المحبة، الطاعة، الاتباع، هذا عملك أنت، توسل به إلى الله جل وعلا. نعم. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. التوسل بالذات ليس وسيلة ولا يقرب إلى الله. نعم. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما من المتوسل به. هذا فيه تصحيح طبعة النسخة الثانية عندكم، طبعة الإفتاء. وش يقول اللي معه طبعة الإفتاء؟ قريب يا أحد معه نسخة الإفتاء؟ هذا إيش؟ ما أصبح اللجة. يجي واحد يقرأ العبارة على معي يا شيخ. نعم؟ معي الكتاب. معك؟ نعم. طيب صحح عليها. يقول صحح عليها. نعم. إذا قرأ صحح العبارة. نعم. يقول وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. اتضح الآن. فالمتوسل بالمخلوق. النسخة هذه هي الصحيحة. نعم. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به، بالإيمان بالمتوسل به، بالإيمان، نعم، بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته. نعم، واضح، بالإيمان بالمتوسل يعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بطاعته كذلك. نعم. فبأي شيء يتوسل؟ اي نعم، الذات ما لها تأثير. نعم. إنما توسل بالرسول، التوسل بطاعته، التوسل بمحبته، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. نعم. والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة
فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقول نقف عند هذه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال طويل من أحد الإخوان، نقل عن ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حجر رحمه الله نقلا طويلا. شو موضوعه؟ موضوع السلام عليك التشهد، السلام عليك أيها النبي. دعنا من هذا، دعنا من هذا. السلام عليك أيها النبي، هذا ثابت، ثابت في الحديث، ونحن لا نغير الحديث من أجل أنه ما يظهر لبعض الناس، ما نغير في الحديث، نأتي به كما جاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكون قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، لماذا لا يعد من الشرك الأكبر؟ لأني قد وجدت العلماء يستدلون بها على الشرك في الألفاظ، أي الشرك الأصغر. أي نعم، وهو كذلك من الشرك الأصغر، لأنه ما نوى، لأن المتلفظ ما نوى أن الرسول شريك لله، وإنما تلفظ بهذا فهو شرك أصغر بالألفاظ. الشرك الأصغر يكون بالألفاظ، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ويكون بالنيات مثل الرياء، هذا شرك أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأنها شرك أم بدعة؟ وهذا تكرر. هذا بدعة، ما هو شرك، هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأشخاص عندما تكلفه بعمل ما وتحرصه على هذا العمل يقول وكل الله، وقصده من هذه الكلمة أنه سوف يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لا بأس به، وكل الله يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وهو التزام من الشخص، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بهذه اللفظة وأخوتك بالله، هل هي جائزة؟ ما يجوز هذا، إن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول والأخوة هذه عمل شخص، هذه عمل شخص، ليست من أسماء الله وصفاته، إنما هي من أعمال الناس، الأخوة فيما بينهم، فلا يحلف بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالطلاق هل هو حلف بغير الله؟ لا، ما في حروف القسم، لكن يجري مجرى الحلف بالله من حيث التعليق، يشبه الحلف بالله من حيث التعليق، كان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، فهو يشبه الحلف من حيث التعليق لا من حيث الصيغة. الصيغة ليست صيغة حلف، وإنما التعليق يشبه اليمين، والله إن فعلت كذا فأنت طالق فسأضربك مثلا، والله إن فعلت كذا فسأضربك، علق اليمين على شيء، إن فعلت كذا فأنت طالق، علق اليمين على شيء، علق الطلاق على شيء، فهو يشبهه من ناحية التعليق فقط. نعم. والحنث أنه إذا خالف اليمين بالله حنث، وإذا خالف الطلاق حنث أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوسل والوسيلة؟ توسل فعل العبد، توسل أي فعل كذا، والوسيلة هي العمل الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك أن ترزقني؟ نعم، هذا توسل بالعمل الصالح، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي لا شك أنه عمل صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سأل العبد ربه بعمل صالح فهل ينتقص ذلك من أجر العمل؟ لا، ما ينتقص هذا من أجر العمل، لا ينتقص من أجر العمل، لأنه توسل إلى الله بشيء صحيح، وسيلة صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالمصحف أو بجاه السور هل هو مشروع؟ المصحف فيه جلد وفيه
وفيه حواشي وفيه ما يحلف بالمصحف، لكن يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن، ما تحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه جلد وفيه عمل إنسان، كتابة، فيه مداد وحبر، فيه نعم فيه شيء مخلوق، فيه كلام الله وفيه أشياء من عمل المخلوق، فلا يحلف بالمصحف. نعم، يحلف بالقرآن أو بآية أو بسورة. نعم. السؤال بجاه السور يا شيخ. لا، ما ورد هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حين السؤال بجاه الرسول ما يجوز، تبي السؤال بجاه السور، السؤال بالجاه لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كما في آخر الحديث، التي لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص. وهل المراد كلمات الله الكونية أو المراد كلمات الله الدينية الشرعية؟ يحتمل الحديث، يحتمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن كلام الله غير مخلوق بحديث أعوذ بكلمات الله التامات، فماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ كيف؟ ايش يجيب هذا لهذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات صفة من صفات الله، فأن تستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فلو كان القرآن مخلوقاً لما جازت الاستعاذة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعمري، وكذلك ورد عن شيخ الإسلام في كتب في كتابه العبودية أنه قال لعمري. اللام هذه لام القسم، لكن لا يقصد القسم، تجري على اللسان بدون قصد، ما لا يقصد بها القسم، وإنما هي أسلوب عربي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن وإن كانت في الأصل أنها للقسم، لكن استعمالها لغير القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذوات الصحابة وغيرهم، أم أن له ميزة تختلف عن غيره؟ هم هو الكلام في ميزة ذات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات غيره، الكلام ما هو في هذا، الكلام على جواز التوسل بالذات لا يجوز، لا ذات النبي ولا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يربطون العلماء دائما بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة؟ لأنهم أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم من الاختلافات التي حدثت بعدهم، فهم أقرب إلى الحق من غيرهم. والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وأتباع التابعين أخذوا عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أوثق، مع الآية الذين اتبعوهم بإحسان، واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف من هو على المنهج الصحيح، فكل يدعي أنه على الكتاب والسنة؟ ما سبحان الله، من الممارسات، إذا كان يقول أنا على الكتاب والسنة وكان عمله مطابقاً فهو صحيح، أما إذا كان يقول أنا على الكتاب والسنة وعمله مخالف هذا كذب وليس صحيحاً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجتي، يقول السائل، زوجتي مسحورة وتصرع، وهي صاحبة قيام ليل وصيام وصدقة، وإذا صرعت أدعو الله وأقول اللهم بصيامها وقيامها اشفها وارحمها، فهل يجوز هذا الدعاء؟ قلنا لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، فهذا غير مشروع، لأنك توسل إلى الله بعملها هي، ما هو بعملك أنت. اللهم بصيامي وقيامي استجب دعائي فيها، يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يرقي وهو ليس عنده، ما حكم من يرقي والمرقي ليس عنده، بل بينه وبينه شاشة تلفاز، كأن يكون عبر القنوات الفضائية؟ هذا عبث، هذا من العبث وليس من الرقية. الرقية أن تكون على المريض مباشرة، تنفث عليه،
وتمسح على محل الإصابة إذا كان غير امرأة، أما المرأة لا يجوز أنك تمسها أو تمسح عليها، لكن إذا كان رجلا تمسح، أو أنت مثلا تمسح على محل الإصابة وتنفث عليه. أما من وراء شاشة ومسافة بعيدة، وين يقع النفث هذا؟ يقع وين يروح؟ يعني يروح على النفث والريق مع الشاشة يصل إلى المريض؟ هذا من المبالغات ومن التزيد في هذا الشيء. والظاهر أن المقصود جمع الدراهم، اللي يعملون هذا علشان يأخذون دراهم، لأن بعضهم يتصل ويقول علمني مرضك، ويعلمه مرضه ودفع الدراهم، أرسل الدراهم قبل وعلمن وش مرضك وعلمن وش اسم أمك، ولا أرسل لي شيء من لباسك. هؤلاء مشعوذون دجالون كذابون، لا يجوز الثقة بهم أو الاتصال بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ مبالغ من المال مقابل دعاء يقوم به شخص يعتقد أتباعه أنه رجل صالح؟ لا، ما يجوز هذا إلا في الرقية. الرقية جاء الرخصة في أن يأخذ شيء مما يدفع له، أما على الدعاء تأخذ دراهم على الدعاء ما يستجاب لك دعاء، لأنك تقصد الدراهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن القيم رحمه الله رقية نصها حبس حابس وحجر يابس ردت عين العائن عليه. حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين الناظر عليه وعلى أحب الناس إليه، هذه فيها كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبطلها ويردها ويقول هذا لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يطلق على القرآن مادة القرآن الكريم في المدارس؟ وهل للقصد مادة؟ يعني قصدك مادة يعني درس، يقصدون بالمادة الدرس، المادة يقصدون بها الدرس، ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يسمى دعاة الشرك بالخرافيين؟ ما معنى هذا؟ إيش؟ لماذا يسمى دعاة الشرك بالخرافيين؟ لأنهم يعتمدون على أشياء خرافية لا أصل لها، ينسبون إلى الخرافة وهي التي لا أصل لها من الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعاذة هل تعد صفة من صفات الله عز وجل؟ لا، الاستعاذة عمل كنت أنت اللي تستعيذ، ما هي صفة من صفات، لكن أن تستعيذ بصفة من صفات الله، أعوذ بكلمات الله، فالمستعاذ به كلمات الله والمستعيذ أنت، والاستعاذة صادرة منك أنت. نعم. وهي نوع من أنواع العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول هذا القائل التزمت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حافظت على الصلاة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ حافظت على الصلاة؟ نعم. ولا ما أنتم حافظا على الصلاة إلا علشان نصرة الرسول؟ إيش هالكلام هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لكل شخص أن يقوم بالرقية أو يكون هذا متخصصا بإناس معينين؟ يكون يعلم أحكام الرقية، لابد يكون يعلم أحكام الرقية والجائز منها والذي لا يجوز. بعضهم يقرأ في كتب الخرافيين ويجي يرقي الناس بها علشان يأخذ فلوس، تأخذ حرفة. نعم. هذا يقول، ولذلك يعثر على كثير من الرقاة عندهم من كتب الخرافيين يستعملونها، واللي حملهم على هذا جلب الناس لهم وأخذ الفلوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا راق أقرأ على المحتاجين والمرضى ولا أخذ دينارا ولا درهما، أريد الأجر من الله وأسأله القبول، وقد جاءني من السحرة تهديد من السحرة والشياطين تهديد وأذى لي ولأهل بيتي، السؤال هل أترك الرقية لأجل هذا الأمر؟ ما نصيحتكم لي؟ أتوكل على الله واعتمد على الله ولا تترك الرقية، لا تترك الرقية ولا تلتفت لتهديداتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يفعل من تعلق قلبه بشيء من المعاصي فما أن يتوب إلا وتراه يرجع إليها مرة أخرى؟ يبتعد عن الأسباب التي تغريه للمعصية، قد يكون له جلسة سيئين، قد يكون ينظر إلى الفتنة، ينظر إلى النساء، يبتعد، قد يكون ينظر في الفضائيات والإنترنت، يبتعد عن الوسائل هذه، وإن شاء الله ينقطع عنه هذا الأثر في قلبه من تعلقه بالمعاصي، يبتعد عن أسبابها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 مرات ولكن كلما أرضعته استفرغ مباشرة، فهل يكون إبلا لها من الرضاع؟ نعم، إذا دخل الحليب في جوفه فقد ثبت الرضاع، سواء استفرغ أو لم يستفرغ، ما دام وصل إلى معدته وإلى جوفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نجد في كتب الأصول والعقيدة بحث بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ السؤال يا فضيلة الشيخ، ما ثمرة هذه المسألة عند السلف إذا كان الكفار في النار؟ نعم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والجمهور أنهم غير مخاطبين، والثمرة إذا قيل أنهم مخاطبون يزاد في تعذيبهم، يزاد في تعذيبهم على الكفر، على تركهم الفرائض، وعلى القول بأنهم غير مخاطبين يعذبون على الكفر، يعذبون على الكفر والعياذ بالله، وعذاب الكفر شديد. نعم، الثمرة ما هي واضحة لكن الخلاف موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة يقولون المعنى من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جبريل، يقولون. نعم. يقول فهل فهمي صحيح أن هذا هو مذهب الأشاعرة؟ نعم، هذا هو مذهب الأشاعرة، يقولون القرآن هو المعنى القائم بذات الله القديم، المعنى القديم القائم بذات الله، وأما الحروف والألفاظ فهذه إما من جبريل وإما من محمد، فهم جمعوا بين قول الجهمية وبين قول أهل السنة، وهذا تلفيق باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت ابن القيم شبههم بالنصارى اللي يقولون المسيح بعضه من الله وبعضه من البشر، شبههم بهذا. نعم، اللي يقولون اتحد الناسوت باللاهوت. نعم، فجعل القرآن بعضه من الله وبعضه من البشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت مسجدا وأنا مسافر، يقول دخلت مسجدا وأنا مسافر وكان المسجد على الطريق، ثم صليت مع جماعة صلاة المغرب وهم يصلون العشاء، فماذا أفعل في هذه الحالة وما هو المشروع لي؟ إذا قاموا للرابعة تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، وإن شئت تسلم لنفسك وإن شئت تسلم معهم، تنتظرهم وتسلم معهم، لكن لا تتابعهم بالرابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إنساناً سرق مالاً ثم تنامى هذا المال وأراد التوبة، فهل ما تنامى من المال مال السرقة يعد حلالاً له؟ لا، هذا نمو من المال، تابع للمال، هذا تابع للمال، فهو لصاحب المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الزوجة البنطال لزوجها فقط هل هو مباح؟ لا، ما هو مباح، لأنه يجره إلى لبسه، تألفه وتلبسه دائما، وش الداعي للبس البنطال؟ داعي وش عند الزوج؟ هذا تدرب على البنطال، فتح باب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضع رجل ورقة وكتب فيها جدولا بالصلوات وهل أدرك تكبيرة الإحرام، فكلما أدرك التكبيرة لصلاة معينة وضع إشارة ويراجع هذا في الأسبوع، وذلك مقصوده المسارعة في الخير ومحاسبة النفس، هل هذا الفعل مشروع؟ هذا تكلف، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، عليه أنه يحرص، عليه أنه يحرص على المبادرة والمسابقة للصلاة ولا يعدد
حتى هذا أيضا فيه أنه يحسب على الله جل وعلا، يحسب على الله أعماله، هذا ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للإنسان أن يتخلص من سيارته ببيعها إذا كثر خرابها مع إعلام المشتري بعيوبها، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاثة وذكر منها الدابة، وما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث؟ إذا ما أصلحت له السيارة يبيعها، ولو ما هو بشؤم، لو إن ما أصلحت له السيارة ما أصلحت له لأنها ما ما تجي على مطلوبها أو ما تكفي حاجته أو ما، يبيع السيارة، المهم يبيع السيارة ويستريح منها، لصار إن ما هي بصالحة له، سواء جديدة ولا معيبة، ما دامت ما هي بصالحة يبيعها. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.